أعلنت السلطات اليابانية أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبعة سوف يبحثون دعم قطاع الطاقة الأوكراني خلال اجتماع مشترك بينهم لحل الأزمة الراهنة. هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاجتماع سيحضره أيضا وزراء الشؤون الخارجية الآخرون في مجموعة الدول السبع الاقتصادية وشركاء رئيسيون. انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر الثالث على التوالي في يناير مع استمرار ضعف الصادرات وسط تدهور للتوقعات العالمية. هذا وسجل مؤشر جيبون بانك لمدير مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفاض انتاج المصانع والطلبيات الجديدة للشهر السابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.